ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي جروب رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. بداية، هل نستمر في حالة الترقب لأداء الدولار إلى نهاية العام ضمن الاستقرار الواضح في المؤشر بشكل عام؟ يعني بشكل كبير جدا الدولار الأمريكي أدى ما أداه خلال تعاملات هذا العام، يعني إن صح التعبير نستطيع القول أنه مع نهاية تعاملات هذا العام من الصعب جدا أن يعود إلى مستويات أعلى. هو في مسار هبوطي مرشح لمزيد من التراجعات، على الرغم من استمرار الفيدرال الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، إلا أن مستويات 115 التي كان قد وصل إليها في أعلى يعني ارتفاعاته بعد خلال عملية تشديد السياسة النقدية التي قام بها الفيدرالي بدأ بالتراجع من تلك المستويات، ومنذ ذلك الوقت ونحن نرى مستويات أدنى بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي. ممكن أن يناور مع أول أسبوع للتعاملات العام الجديد يحاول الوصول إلى يعني مستويات 105-106، ولكن إجمالا الضغط العام الهابط هو الأكثر ترجيحا، وبالتالي كمؤشر أتوقع أنه مع الربع الأول نناور دون مستويات 100 إلى مستويات 98 بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي. نعم رائد، لاحظنا بعض المؤسسات الدولية تقول بأن تحديدا لأسعار اليورو سيشهد كسر لمستويات التعادل بينه وبين الدولار خلال بداية العام المقبل. ما رأيك بهذه التوقعات، وهل فعلا سيدخل اليورو في حالة من الضغوط في ظل يعني أزمة الطاقة ومستويات التضخم المرتفعة في المنطقة الأوروبية؟ يعني لا أستطيع لا فنيا ولا أساسيا أن أخمن بأنه اليورو هو باتجاه هابط، وإنما كلاهما يدعمان حتى الآن مسارات صاعدة على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي لأسباب بسيطة. أولا، عندنا مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت أنه الأداء الاقتصادي داخل المنطقة الأوروبية أفضل، جاءنا الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا أفضل من التوقعات، جاء لدينا قراءات التضخم أدنى من تلك السابقة، وطئت يعني أو شدت أزمة الطاقة أصبحت أقل على الاقتصاد الأوروبي، بالتالي ذلك يرشح أن اليورو يعني يستمر باتجاهه الصاعد الذي تمكن فيه من العودة مجددا فوق مستويات التكافؤ، ويستهدف أنه نرجع مرة ثانية نشوف مستويات 1.10 بالربع الأول من العام القادم. يعني على عكس تماما توقعاتي بأنه اليورو سيواصل الارتفاعات، وأعتقد موجة الارتفاع الصاعد على اليورو قد بدأت فعليا ما أن عدنا مرة أخرى فوق مستويات 1.03. نعم، ماذا عن الأداء الين الياباني أستاذ رائد؟ يعني لاحظنا التحركات التي شهدها منذ بداية تعاملات هذا الشهر، هل تتوقع أيضا استمرار هذا التحرك لأداء الين الياباني وباقي العملات يعني الرئيسية مقابل الدولار؟ يعني أكثر من 3% اللي حققهم الين أمام الدولار الأمريكي. خلينا نكون شوية يعني موضوعيين في طرح المسار الهابط على الين. لا يوجد عملة تهبط هبوط مستدام أو ترتفع ارتفاع مستدام دون أي عمليات تصحيح، فبالتالي نتوقع أنه التصحيح على الين الياباني بالاتجاه الهابط أي كزوج دولار أمريكي ين ياباني يعود إلى بعض الارتفاعات بعض الشيء، وأن لا يكون الهبوط على هذا الزوج داميا أو قويا جدا. نعلم تماما أنه قد وصل هذا الزوج إلى قرابة 150، ولكن كمان بنفس الوقت نحن نعرف تماما أنه قطع مشوار طويل للوصول إلى مستويات 150. الآن بالعودة إلى الاتجاه الهابط لا أعتقد أنه العملية بتلك السهولة، لأنه لا تزال السياسة تيسيرية إلى حد كبير في اليابان، ولا يزال التشديد قائم في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي، بالتالي يوجد فجوة كبيرة ما بين البنكين المركزيين، أحدهما يرفع أسعار الفائدة ويشددها والآخر يبقي أسعار الفائدة بشكل منخفض وحاد، وبالتالي الفرصة المؤقتة التي سنحت للمستثمرين بالتوجه نحو الين الياباني للشراء انتهت فعليا. نعم. يعني بالتالي الطفرة والاتجاه العام لا يزال نوعا ما يصب لصالح قوة الدولار الأمريكي على صالح الين الياباني، بالتالي ممكن نشهد استقرار عند المستويات الحالية، وممكن حتى دفع نحو مستويات 140 مرة أخرى لين ياباني لكل دولار أمريكي.
نعم، محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي جروب رائد خضر، شكرا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات.